بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا سميع يا عليم يا هادي. الآية التالية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأنا قلنا كم مرة، قلنا المال يفتن الإنسان والجامد بأمر، لأنه الضالون يعتبروا اللي كثرة الأموال تطول في أعمارهم ولا تمنع عنهم السوء والعقابات والأموال والبنين والبنات. يقول مولانا راه رد بالكم، إنما إنما للتأكيد اللي يقال هو حقيقة لا جدل فيها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني مش يفتنوكم، رد بالك تفتن بالمال ولا بالأولاد، راي ماهيش صالح. فتنة سيتان تست سيتون إبروف. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أبعد هالفتنة وفكر يا ربي مشي أجرك على البعد ذاك. خذ كل شيء ملا فعل إيجابي، فعل فيه خير، فيه جمال، فيه سلام. أنا الفعل ذاك يا ربي بداك حققته في حياتك، ربي مش هعطيك أجر عظيم. قدر ما انت لسباس وريكومبونس parmi les meilleurs des récompenses. والسلام والتمام والكمال على أهل الإحسان، وهم أهل الرحمن وأهل القرآن وأهل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.